ولتسليط الضوء أكثر على صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق واستخدام الأخيرة الميليشيات الموالية لها في هذا الصراع، ينضم إلينا نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أستاذي، في إطار الحديث عن صراع النفوذ بين واشنطن وطهران في العراق، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح بأن حماية المصالح الدبلوماسية في العراق مسؤولية حكومة الكاظمي. لماذا إذن تم سحب ما يقرب من نصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية؟ نعم، يعني هو الخطاب الأمريكي هذا ليس جديدا، فمنذ فترة قديمة يعني كانت الولايات المتحدة تدعو الحكومة العراقية بحماية الهيئات الدبلوماسية في العراق وعلى رأسها يعني الطاقم السفارة الأمريكية، ولكن يعني الحكومة العراقية كانت تعطي تبريرات تلو التبريرات حول عجزها عن تأمين الحماية لهذه السفارة، وبالتالي فإن يعني انسحاب ما يقارب 50% من هذا الطاقم من السفارة الأمريكية دليل على أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة بأنها ليس لديها ثقة بالحكومة العراقية بأنها قادرة على حماية دبلوماسية في العراق، ولربما يكون هذا الانسحاب هو تمهيد لما يمكن أن تقدم عليه الميليشيات استغلالا لذكرى يعني اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وتكرر حالة الهجوم التي فعلتها العام الماضي مرة أخرى في هذه السنة. ماذا لو أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على قرار إغلاق سفارتها في العراق؟ هل ستقع الحكومة في بغداد في أزمة دبلوماسية كبيرة كما تقول صحيفة الاندبندنت؟ وما شكل هذه الأزمة؟ نعم، يعني الحقيقة أن فعلا أن هناك أزمة دبلوماسية ستقع فيها الحكومة العراقية لو تم إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. فإغلاق السفارة الأمريكية بمعنى أنه ستلحقها سفارات لدول أخرى، وهذا ما يجعل الحكومة العراقية في عزلة كبيرة عالميا. لكن الأمر الأكثر أهمية هو تأثيراتها الاقتصادية من باب آخر والسياسية، كون أن خروج أو يعني إغلاق السفارة الأمريكية يمهد إلى عقوبات يعني اقتصادية وسياسية ضد الحكومة العراقية. لا أقول أنها ستكون ضد الحكومة والدولة العراقية، إنما لرموز هذا النظام، كما هو الحال الذي يجري من عقوبات على شخصيات لبنانية دون وضع عقوبات على الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية، وهذا طبعا سيصيب الشلل لرموز النظام العراقي ويجعل إمكانية تحركهم ضعيفة ويعجل بانهيار هذا النظام. هذا ما أعتقد أن الولايات المتحدة ستعمد عليه بالفترة المقبلة إذا ما فكرت بإغلاق سفارتها. هناك حديث عن تحركات عسكرية في الخليج بعد أن وصلت القاذفة الأمريكية B-52. هل تتوقع توجيه ضربة أمريكية لإيران قبيل رحيل ترامب عن البيت الأبيض؟ يعني كل المؤشرات تدلل على أن هناك حدث ما سيحصل قريبا، وقبيل يعني تسليم ترامب للرئاسة. لكن أنا يعني بتصوري الشخصي لا أعتقد أن هذه الضربة سترتقي إلى ضربة ماحقة للنظام الإيراني برمته، إنما لربما سيكون يكتفون بأهداف تتعلق بالبرنامج النووي أو لبعض الشخصيات المهمة يعني في النظام الإيراني، وأتوقع أنه هي عملية استفزاز النظام الإيراني للحصول منه على رد، وهذا الرد سيكون هناك ردا أمريكيا أقوى على إيران، والعملية برمتها هو خلق حالة فوضى باستقبال الرئيس الأمريكي الجديد، من شأنها أن تجعل جو بايدن من الصعب عليه العودة إلى الاتفاق النووي السابق وبشروطه السابقة، وبالتالي أعتقد أن هذا هو الهدف الذي يعني يرمي إليه دونالد ترامب.
كيف تقرأ تصريح السفير الإيراني إيرج مسجدي أن ما سماهم بفصائل المقاومة ويعني الميليشيات سترد حال تعرض إيران لهجوم أمريكي؟ طبعا هذا ليس مستغربا، أن النظام الإيراني سوف لن يقوم بالرد على أي ضربة عسكرية سواء أمريكية سواء كانت محدودة أو واسعة، إنما سوف تستغل يعني ميليشياتها وأذنابها في العراق بالرد على هذه الضربات، كون أن إيران هي أذكى من أن تتورط برد عسكري كبير على الولايات المتحدة، لأنها لا تريد أن تتورط في مثل هكذا معركة. ولكن توريط هذه الميليشيات ومن ثم توريط العراق وجعله ساحة معركة ما بين يعني أتباع إيران وما بين الجيش الأمريكي ربما يصب في مصلحة إيران بشكل أساسي. لذلك يعني هذا التصريح يدلل على أن النظام الإيراني يريد أن يقاتل من خلال هؤلاء الميليشيات المنتشرين سواء في العراق أو في دولة أخرى، أي دولة أخرى كاليمن وسوريا وباقي الدول الأخرى، ولن يقترف حماقة بأن يرد هو بشكل رئيسي من خلال قوات الإيرانية أبدا. لو قررت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة لإيران، هل تتوقع أن تكون مباشرة وعلى أراضيها أم أن أذرع إيران في العراق هي المرشحة لتلقي هذه الضربة بالنيابة عن إيران؟ يعني عودة على بدء، يعني أقول أن الولايات المتحدة ليست من الضآلة والحجم الصغير بحيث أن تتعامل مع ميليشيات يعني منتشرة في العراق لتوجه لها ضربات. هي تعلم بأن هذه الميليشيات أضعف من أن تتحمل ضربات مثل ضربات الجيش الأمريكي، وأتوقع أن هذه الضربات ربما ستكون لأهداف منتخبة داخل الأراضي الإيرانية. لكن هو الخطورة أين تكمن؟ تكمن في الرد الإيراني الذي سيكون ليس بأيديهم، يعني ليس بأيدي الإيرانيين، إنما بأيدي هذه الميليشيات. وإذا ما ردت الميليشيات على الضربات الأمريكية لإيران فبالتأكيد سيكون هناك رد فعل أمريكي على هذه الميليشيات. والمقارنة ما بين الجيش الأمريكي وما بين قدرة هذه الميليشيات يعني فرق كبير. لذلك يعني ربما ستتلقى هذه الميليشيات ضربة ماحقة، لكن أنا لا أتوقع بأن الجيش الأمريكي سيبدأ ضرباته لهذه الميليشيات، إنما الضربات ستكون لأهداف منتخبة داخل الأراضي الإيرانية. نعم، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.